ازيكم؟ If life were a sport. هو ده أول فكرة جت في دماغي لما جينا نعمل المحاضرة دي أو التوك دي، إن لو إحنا بنلعب رياضة اسمها الدنيا، رياضة انتراكتيف، كلنا بنلعب مع بعض وكله بيلعب في عالم كبير قوي، الملعب قد الدنيا كلها، إحنا كنا هندي تعليمات الجيل الأكبر، اللعيبة الأكبر اللي لعبوا وتمرنوا وتمرنوا، هيدوا انستراكشنز للجيل الأصغر يقول لهم إيه أو يتكلموا معاهم يقولوا إيه. أنا رأيي إن الحياة فعلاً is like a sport and a competition وليها rules. لو قدرت تعرفها وتاخد الـ steps of life هتنبسط وهتلاقي الدنيا ماشية معاك بشكل ألطف بكتير مما كنت تتصور. أول حاجة to start your game in life especially at younger age you need to dream. احلموا. احلموا زي ما انتوا عايزين. مفيش حدود للاحلام. احلم بكل اللي انت عايز تحلم بيه. كل ما هتحلم اكتر، الحلم هو البرين ستورمينج اوف لايف. هتقول لما هتحلم اكتر كل ما هتشوف حاجات قدامك، وانا شايف ان درجه تحقيق احلامك في الدنيا بتتناسب مع درجه احلامك نفسها. كل ما تحلم اكتر كل ما هتحقق اكتر، مش لازم تحقق كل حاجه. خلوني احكي لكم قصه صغيره كده عن ولد صغير كان بيروح المدرسه. في يوم من الأيام سمع واحد من المدرسين بيقول إن وقت نزول المطر أبواب السماء بتبقى مفتوحة. سأله يعني إيه مستر أبواب السماء مفتوحة؟ قال له يعني كل اللي بتطلبه من ربنا في وقت نزول المطر بيتحقق بعد كده. فقرر شال الفكرة في دماغه، ولما روح أول ما الدنيا مطرت طلع يجري على البلكونة، حس إن كده هيبقى أقرب من ربنا يعني، وبقى يرفع إيده للسماء ويقول يا رب، يا رب أنا عايز أبقى دكتور ودكتور شاطر، يا رب انا عايز ابقى كاتب مشهور، يا رب انا عايز ابقى بطل العالم. لان هو كان بيعمل الثلاث حاجات، كان بيلعب رياضه وكان بيحب الكتابه والقرايه قوي وكان شاطر في المدرسه، عايز يبقى دكتور. ينزل المطر تاني يطلع يدعي نفس الدعاوي، يا رب عايز ابقى دكتور، يا رب عايز ابقى كاتب، يا رب عايز ابقى بطل العالم. لما كانوا بيسمعوا اخواته واصحابه بيقولوا لا كتير، ما حدش بياخد كل حاجه. والكبار شويه ساعات بيبقى لهم جمل دمها تقيل كده، عندنا مثل بيقول صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثه منافق. المثل ده تحديدا نوع من انواع الهجوم او التهزيء للي عنده احلام كتيره شويه. الحقيقه فضل يدعي بنفس الادعيه دي لغايه ما وصل للمرحله بتاعه ثانويه عامه. مين فيكم قرب من ثانويه عامه او في ثانويه عامه؟ انتوا طبعا عارفين اللي بيحصل في الثانويه العامه. بدا يكتشف ان الموضوع صعب فعلا، ولما الدنيا مطرت وما طلعش البلكونه قعد في الاوضه يذاكر عشان الامتحانات قربت، حس ان هو شويه بعيد عن احلامه. القصه الثانيه اللي عايز احكيها لكم او القاعده الثانيه اللي عايز اقولها لكم، لازم يكون عندك الجرأة. عايز تخش الحياه وتلعب وتكسب لازم تكون جريء. كل اللي انتم شايفينهم في الدنيا دي كتاب وممثلين وفنانين ودكاترة كان عندهم درجة من الجرأة، اللي مش جريء ما بيعرفش يلعب في الدنيا. هحكي لكم حكاية تانية عن شاب صغير كده اتعين في مرحلة من المراحل في المركز القومي للبحوث. لما دخل هو طول عمره نفسه يبقى دكتور متخصص في الرياضيين، زي ما سلمى كانت بتتكلم في دكاترة للعيبة. أنا راح لرئيس المركز القومي للبحوث، ده الدكتور هاني النظر كان رئيس المركز القومي للبحوث فترة من الفترات. دخول دكتور حسني ده يعني وزير، انت داخل له، الولد دخل له قال له يا دكتور انا عايز اخد طب رياضي وصالات ملاهي. قال له ما عندناش. قال له بس انا نفسي اعمل التخصص ده او اخشه. قال له انا ما عنديش، بس ادخل المركز وانت بقى اعمل يا اخي. وقام مبسوط وحطوه في قسم تاني خالص ملوش اي علاقه بالموضوع. نيكست. القصه الثالثه اللي عايز احكيها لكم عن شاب كان نفسه يبقى كاتب، طول عمره نفسه يبقى كاتب ومش عارف سكه الكتابه دي بتيجي منين. هو انت تعمل ايه عشان تبقى كاتب؟ السؤال ده ما كانش ليه اجابه. يمكن دلوقتي مع السوشيال ميديا والانتر اكشن انت بتعرف تتواصل مع كل الناس، بس السؤال ده من 10 15 سنه ما كانش ليه اجابه. فكان يعني بيفكر ايه اللي ممكن نعمله، ما فيش اجابه. لغايه ما في يوم هو راكب عربيته وماشي في الطريق في رمضان سمع مسلسل اسمه الراقصون على النار.
المسلسل ده خد احسن مسلسل اذاعي في السنه دي، كان فيه ريهام عبد الغفور وكان فيه الممثلين انتوا شايفينهم. مش دي النقطه، النقطه ان لقى ان اسم كاتب المسلسل محمود النواصر. فقعد يفكر، قال لك هو محمود النواصر ده هو مديري في الشغل؟ يعني هو في اتنين في الدنيا اسمهم محمود النواصر؟ قرر ان هو يلف بعربيته ويرجع للراجل اللي اسمه محمود النواصر ده يساله، هو حضرتك اللي كاتب المسلسل اللي اسمه راقصون على النار؟ قال له اه. قال له طب انا بكتب. قال له انا كل يوم بيجي لي 2 3 4 يقول لي احنا بنكتب. وقعد ابص على هم بيكتبوه الاقيهم لا بيعرفوا يكتبوا ولا ليهم اي علاقه بالكتابه. قال له بس انا بعرف اكتب. قال له خلاص هات لي اللي انت بتكتبه وانا هبص معاك كده واقول لك انت هتعمل ايه. راح روح البيت، كانش عنده ولا قصه مكتوبه، قعد 3 ايام بيكتب، وراح واخد القصص اللي هو كتبها ورايح للاستاذ محمود. قال له اتفضل القصص اهي. الراجل خدهم وقال له شكرا ومشي، وهو مش عارف الاستاذ محمود هيرد عليه ولا لا، بس كان على الاقل حاسس بدرجه من درجات السعاده. القاعده اللي عايزين نقولها في احنا مش موجودين بقى، تمام كويس. في كل مراحل حياتك you need to ask for help، you need to ask الناس اللي عارفه، الناس الاكسبيرينسد شويه، الناس اللي ممكن توفر عليك الطريق. next create solutions. الدنيا يا جماعه ما فيهاش كل حاجه، ولو حد من الناس اللي اكبر مننا قالوا لك الدنيا فيها كل حاجه واحنا عارفين وشايفين كل الطرق، الكلام ده مش مظبوط. في مراحل في حياتك انت هتحتاج ان انت تكريت سولوشنز. القصه اللي عايز احكيها لكم هنا بقى قصه اب كان عنده ابن عايز يلعبه رياضه، وهو بيحب الرياضه قوي. لما بدا يشوف الاماكن اللي بتقدم الرياضه وبتمارسها اكتشف حاجه غريبه جدا، ان الرياضه عن ايام ما هو كان بيلعبها حصل فيها تدهور رهيب، بقت مبنيه على البرايفت والعلاقات والفساد، والتمرين السبيسيفيك يعني اللي ليه علاقه بالرياضه كويس مش موجود. قعد يفكر اعمل ايه، قرر ان هو يفرش البيزمنت بتاع البيت عنده ويجيب مدربين من اللي كان يعرفهم زمان ويعمل بيهم فريق، يبقى فريق بيتمرن كويس وبيهتم بالرياضه والنتائج بس، ويمنع تماما اللي يلعب فيكم رياضه او اللي ليه حد بيلعب رياضه عارف يعني ايه كلمه برايفت في الرياضه، وان هو يمنع البرايفت ده خالص عشان يثبت ان البرايفت مش هو اساس الرياضه. وقرر يعمل كده. طبعا الناس اتريقت وناس هزرت. كان بيمشي في الشارع يشوف ولاد وبنات ماشيين مع اهاليهم، يوقف الناس يقول لهم ممكن تجيبوا لي الولد ده يلعب، او ممكن تجيبوا البنت دي ببلاش. طبعا الناس كانت يعني ساعات كانت ناس بتهزر معاه وناس بتتريق عليه وناس بتصدقه وتجيب ولادها ويجربوا. اخر قصه او اخر قاعده عايز اقولها لكم، dont quit. قصه اللي هقولها في الجزء ده عن الراجل اللي شاف بنت صغيره بتلعب رياضه بقى لها فتره بتخسر بس، والرياضه زي ما انتم شايفين رياضه ضرب. على فكره الصوره دي حقيقيه، رياضه ضرب. البنت كل ما تلعب في بطوله تتضرب، تنزل اللي بعدها تتضرب، تخسر عدم تكافؤ، ودي حاجه في العاب القتال صعبه شويه. هي عايزه تبطل حاسه نفسيتها تعبانه، الاب بيقول ان هي عايزه تبطل، الام بتقول ان هي عايزه تبطل. راح لها وقال لها لا ما تبطليش، دونت كويت، كملي. الاحلام ما بيتحكمش عليها في اول خطوتين ولا ثلاثه ولا 10، خدي وقتك وجربي، وفي يوم من الايام انت هتبقي بطله، ويوم ما هتبقي نمره واحد ما حدش هيعرف ينزلك في مصر. خلصت الحكايات. تعالوا نحكي لكم بقى اللي حصل بعد كده. الشاب اللي كان عايز يبقى دكتور بقى رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية المصرية، وبقى هو المسؤول عن علاج كل الرياضيين في مصر الفئة الأولى، وإن شاء الله في الأولمبيات اللي جاية لطوكيو 2020 هيكون رئيس اللجنة الطبية مع الفريق برضه، وحقيقة بيشكل الفريق بتاعه، ودول أهم لاعبتين رياضيتين في مصر، هداية ملاك برونزية الأولمبيات اللي فاتت، وجيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه، ودول أكتر ميداليتين مرشحة ليهم مصر في الاولمبيات الجايه. المركز القومي للبحوث اللي هو راح قابل رئيسه في يوم من الايام، النهارده عمل وحده اسمها وحده ابحاث وتكنولوجيا الطب الرياضي التطبيقي. تقديم ليها كان في 2003، مشروع الوحده دي تقدم سنه 2003، اتوافق عليه سنه 2017. بس دلوقتي المركز القومي للبحوث في مصر بيعد اكبر وحده طب رياضي بحثيه في العالم.
في الوسط في الوطن العربي في الميدل ايست النموذج ده ما فيش زيه. بنقيس بقى عيوب اللعيب، مشاكله ايه، توقعات الاصابه ايه، احسن لعبه لكل واحد بناء على حلم كان موجود. الشاب اللي كان عايز يبقى كاتب لما رجع للاستاذ محمود النواصره خده من ايده قال له انت موهوب، وخده من ايده قدمه النادي قصه في مصر. وبعد شويه دخل مسابقات سيد الصاوي، كان اول واحد يكسب مسابقه سيد الصاوي 3 مرات متتاليه، وبعدها خد جايزه ساويرس للادب، وبعدها اصدر 8 كتب، وحاليا في عملين ليه بيتحولوا مسلسلات في مصر حاليا. وفي اغنيه لمسار اجباري اللي جاي بتاعت عيد ميلادهم ان شاء الله هتكون مفاجاه يعني. وعايش مع الكتابه لغايه النهارده ومبسوط بالكتابه والكتب. الفريق اللي اتعمل في البيزمنت يا جماعه الاسبوع اللي فات خد اول في البطوله العربيه للتايكوندو، كسب كل الفرق والمنتخبات اللي لعبت، خسر في مرحله 14 سنه طلعوا الاوائل، والمرحله دي هي مرحله ابن الراجل اللي هو كان مواليد 2006، خدوا اول ترتيب عام، خدوا ثالث ترتيب عام على المنتخبات كلها بعد منتخب السعوديه ومنتخب مصر، قبليهم وبعديهم منتخبات قوميه، وبقت الفرقه دي هي اشهر فرقه رياضيه حاليا في مصر في التايكوندو، ولو حد بيلعب تايكوندو عارف الكلام ده كله. نيكست. البنت الصغيره اللي كانت عماله تبطل عشان بتخسر وبس، بقت اهم لاعيبه تايكوندو في مصر، ذهبيه البطوله العربيه، اول عرب، بطولات محليه، نمره 1 في مصر في المنتخب القومي في مرحلتها العمريه، وحاليا هي بتستعد انها تشارك مع المنتخب الكبير، وكانت اصغر لاعيبه اشتركت في البطوله العربيه. حبيبه سعيد. انا ما قدمتش نفسي، انا حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه المصريه، نائب رئيس وحده الطب الرياضي واصابات الملاعب في المركز القومي للبحوث، ومؤسس الوحده، وما ينفعش ابقى رئيسها بسبب سني، وانا كاتب وروائي وقاص، وبكتب في الشروق وهي اكبر دار نشر في مصر، حصل على جائزه ساويرس للادب، واول كاتب في تاريخ مصر يحصل على جائزه الساقيه في القصه 3 مرات متتاليه، وحاليا ليا روايه جديده قريب نازله، وليا عملين على منصات قريب قوي هتشوفوها، بس انا مش مصرح ليا اقول هم مين وهي ايه الافلام. الابطال اللي كونناهم في الفريق الحقيقه انا بدل ما اعملهم سلايد لان هم بقوا في ظهري وبقوا السبورت بتاعي، هم شرفونا النهارده وحابين يتعرفوا عليكم بمجموعه الميداليات. اللي اتعملت بمجرد فكرة، كنت عايز احل مشكلة شخصية، قررت ان انا احولها لفريق. النهاردة اللي جايين دول اللي قدروا ييجوا، الناس دي جاية من القاهرة واهاليها موجودين، وانا بشكر حضراتكم على السبورت وعلى وجودكم، بقى عندهم هيستوري كبير جدا جدا جدا. يا شباب ويا صغيرين، لو احنا if life were a sport احنا we are not competing against each other، احنا مش بنحارب بعض ومش بنشوف مين احسن من مين، we are competing against time. املى وقتك، بلاش كل سنه تقول انا عايز ابقى السنه دي هذاكر من اول السنه وتذاكر اخر يومين قبل الامتحانات، بلاش تقول انا هعمل كذا بس مش هلحق اعمله، we are competing against time. next. كمان مشي. next. Next. Time. 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 اهو against time. اهو مش time. Before you continue your own game. كل واحد فيكم بيلعب. قبل ما تروحوا وتكملوا الجيم بتاعتكم. وكل واحد يدور على اللي هو عايز يعمله. ويشوف هو عايز يوصل فين. خليكم عارفين اللي لقيتي. رقم 1. صاحب بالين مش كذاب. وصاحب 3 مش منافق. البني ادم مالتي تاسكينج. الكمبيوتر اللي احنا اخترعناه مالتي تاسكينج. You can be multitasking. اعمل اللي انت عايز تعمله طالما هتعمله كله كويس. رقم 2. Time management is the key. انت اللي تحدد وقتك. ولازم تعرف امتى تسيب امتى تهدي ايقاع ده وتعلي ايقاع ده. انا ايام امتحانات الطب مفيش كتابة ومفيش رياضة. ايام الرياضة بستأذن شوية. اعرف ازاي تعمل كده.
رقم ثلاثة بيرزيستنس. كمل للآخر. حبيبة سعيد دي لو كانت استجابت لكم الخسائر اللي خسرتها في الأول ما كناش النهاردة بقى عندنا لاعبة بيستعدوا بيها انها تبقى بطلة العالم. She resisted and she persisted. Persistence is the key. كل الناس يا جماعة بتكسب بالبرزيستنس. آخر حاجة You may switch. ممكن تاخد قرار وتجرب مشوار لآخره. You may switch. But never give up. ده يحيى ابني صاحب المشروع بتاع البيزمنت عشان يتمرن ودول زمايله وانا حسن كمال وانا اتشرفت بحضراتكم جدا وربنا يوفقكم كلكم يا جماعه. شكرا جزيلا. عندنا دي أغنية فيلم الأصليين، دي من كلماتي، كانت أغنية الفيلم، فدي إهداء مني ليكوا آخر حاجة قبل ما أمشي، شكراً.